السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم رجعنا معكم فيديو جديد وفكرة جديدة، وما ندير لكم ان شاء الله غير جديد، والحاجة اللي غادي تستفدوا منها ان شاء الله تستفدوا. نتمنى من الله شاركوا في قناة فاتي الداودي، دخلوا شاركوا ان شاء الله. اللي كنحط لكم يعجبكم. غادي نديرو بيتزا رولي ان شاء الله، غادي تعجبكم. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. نديرو مليحة، عندي قياس كيلو ديال الدقيق الرطب. نديرو الزيت، زيت العود، درت نص كاس، غادي ندير الثومة، عندي بودرة، ندير غير راس ديال المعلقه، تنزيدوها في لاصوص، نزيدو ثومه في لاصوص. غادي نديرو خميره ديال العجينه بالمعلقه، معلقه ونص ديال الخميره، نديرو شويه ديال الزعتر، عندي منقي، غادي نحكو غير هكا في يدي، الزعتر كيعطي واحد النسمة زوينة، نكهة زوينة ديال الزعتر. درنا مويها دافية، ما نعجنوش بالماء بارد، نحاولو نحطو الخميرة هي الأولى باش متبقالناش مكورة. العجينة هي هذه ديالنا، احنا كنعلكها غير هكا، نعطيها غير هكا بالكف، ما نخفوهاش بزاف. نغطيها ببلاستيكة، نخليها دابا غندوزو نصوبو لاصوص ديالها والتعميرة ديالها. غادي نقطعو البصلة شرائح،
درنا بصله وفلفله شحر. دابا غادي نطحن مطيشه. مطيشه درت معاها طريف ديال الباربه باش تعطيني اللون احمر، وقطعت معاها حبه ديال البصله. ساعات سلقات عندي هنا اكثر من رابعه ديال لادند، صاب عندي هنا كفته صوبته ديال لادند، درت فيها الشحمه، درت فيها بصيله، المعدنوس، العطريه، ودرتها. دابا غادي من بعد ما تشحر البصله والفلفله غادي نشحر حتى لادند الكفته ديالو. غادي نطحن دابا، غادي نطحن مطيشه ديالنا. من بعد ما طحنت مطيشه ديالي هي هذه، هي حمراء بديك طريف الضربه اللي درت فيها تعطيها اللون. المطيشه ديالنا هي هذه، ها هي طحونه صفيه. غادي نديرو التوابل ديال البيتزا. نزيدو شويه ديال بودره ديال الثومه، نديرو حتى شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت البلديه، ندير واحد شويه ديال المعدنوس، جوج معالق ديال المعدنوس مقطع. غادي نرد هذا لاصوص ديالي تزيد تشحر. نولي نشحر لادند. نطلقوا العجينه ديالنا باش غادي نعمرها. لاصوص راني ما درتش معكم الزعتر، راني من بعد راني درت الزعتر في لاصوص باش كيجي داك النسمه ديال الزعتر كتجي زوينه. نحاولوا نرقوها مزيان. نديرو لاصوص، نديرو
نسرحوا لها لاصوص على الوجه ديالها كله. غادي نقطعها بالخيط غادي نزيدها الفرماج من الفوق الفرماج كيزيدها واحد جماليه من الفوق اللي كيدير لها الفرماج بزايد نحاولو منطيحوش على الكاغط باش ميلصقناش رميصة اجي بيتزا ديالنا هي هذه وجدناها نتمنى من الله هذا الفيديو ينال اعجابكم جايه غزاله جايه رائعه جايه معمره من الداخل بصراحه جايه زوينه جربوها البنات ولا ما تندموا عليها كتجي رائعه نتمنى من الله تعجبكم وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله.